من الأخبار السعيدة هو اليوم الحلو بيبدأ من أوله. يعني بدأت معنا بالصفقة إلى هذا الخبر اللي يخصنا ويخص المركز الثقافي ويمكن قناة ميسات على وجه الخصوص، وهو قرار تعيين الأستاذ باسم سعد مديرا لقناة ميسات، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، رئيسا ومديرين وعاملين يهنئون الزميل العزيز أستاذ باسم سعد لتعيينه مديرا لقناة ميسات. خليني أقول لكم أنا بشكر صاحب النيابة الأنباء أرمية دكتور إيهاب طبعا وكل المسؤولين عن قناة ميسات لهذا القرار. أنا بنت ميسات، أنا بشتغل مع باسم من سنين طويلة جدا، لما يبقى المدير ابن البيت عارف كل تفاصيله، جايب الموضوع من تحت زي ما بيقولوا كده، ما كانش في الشغلانة صغير عمره ما هيبقى فيها رئيس. فباسم من المخرجين، باسم كان معانا في مساء الخير لحد من شهور قليلة، وكان من ضمن من أسس أيضا مساء الخير إنه يطلع، وكمان برامج كتير على القناة وبرنامج أتحبني اللي كل حضراتكم مهتمين به. هو له مساهمات كبيرة وعديدة، ويمكن لمعزته ولصداقتنا الكبيرة جدا أنا بشكل شخصي مبسوطة جدا على المستوى الشخصي، وعلى مستوى أني مذيعة في قناة ميسات بشكر صاحب النيافة على هذا الاختيار الموفق. لما يبقى حد فاهم في الشغلانة بتفرق جدا، لما يبقى طبعا أنا بشكر كل المديرين السابقين أكيد كان لهم لمسات على شاشة ميسات، لكن باسم مخرج بروديوسر في كل حاجة ممكن تلاقيه، يعني أي حاجة وأي مكان محتاجة له في القناة بيكون موجود وبقلبه بكل قدرته وطاقته. باسم كمان مدير السوشيال ميديا اللي نقلت الفترة الأخيرة على إيده نقلة يستحق أنه هو كمان بعدها يروح لنقلة أو مكان أكبر. مبروك يا باسم، أنا مبسوطة جدا، مبروك لصاحب النيافة الأنباء أرمية ودكتور إيهاب على هذا القرار الحكيم اللي في وقته، والبعترف بعتبر أن الفترة الجاية هتشوفوا ميسات في مكان آخر وشاشة أخرى. إحنا سعيد في مكانة كويسة وشاشة عظيمة، بس أعتقد أن القادم كمان على إيد المدير الجديد باسم سعد هيكون في اختلاف كبير يضيف للقناة أكيد. ألف مبروك يا باسم، شكرا سيدنا، شكرا دكتور إيهاب على هذا الاختيار الموفق، ولكل إدارة القناة اللي أجمعت أن يكون باسم مدير. أنا مبسوطة على مستوى زي ما قلت لحضراتكم كزميلة وكمذيعة محتاجة أن يبقى عندي مدير مهني مدرك تفاصيل هذه الشغلانة.